كتاب النفقات الباب الأول في الابتداء بالنفس والأهل وذوي القرابة. عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. بندي نوزدهم بشي خرز يكان النفقات. بشي يكم لخوة دسبيكردنو پاشان خيزانو خزمان. زابر خدا لرازي بيدالي كابرايا چي خيلي بني عذرا بمرزي دواي مرديني خوي كويلية چي آزاد کرد. حوالك قيشتوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بكابرا: تو مالي ترت هيا؟ كابرا قوتي نخير، هر او كويلم هيا. جا فرموي: چيلم دكرتوا. نعيمي كري عبد الله عادي بهش صدرهم كريوا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم پاركي دايا دس بياوكو فرموي: لخوتوا دس بيبكو تاكا لقل خود دابكو، اگر شتيك زياد بو بيدا با جنو من دالكت، سي لوانش زياد بو بيدا بخزمانت، سي لوانش زياد بو اوا ببخش بخلشتر. الباب الثاني في نفقة المماليك وإثم من حبس عنهم قوتهم. عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. بشد وم خرزي رعيته جناهي أو كسي خرزيان ناداته. ختيمة دلي لقل عبيد الله كري عمر دا رزاي خدان لبي دانشتبون أمن داري شهبو هات جودوا بيقود: أريخ وارنكد دابا كويلكان؟ وتي نخير. ختيمة وتي: برو بيان داري، چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: بس بو گناه باری مروف کنانی او کسب بره کلجیر سایی دایا. عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المسلم اذا انفق على اهله نفقه وهو يحتسبها كانت له صدقه. ابو مسعود بدري خدا لرازي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اگر مسلمان خرزيك بو خزانكي بچشه هر چند واجب لسریشی، بلام اگر مبستی رزامندی خدا به بخیر بوید نسره. الباب الثالث فضل النفقة على العيال والأهل. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. بشي سيم تاكي خرشيشاني جنو من دار. ثوبان رزاي خداي لي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: باشترین پاره او پاره ایه که یکم روف بمالو مندالکی خوی بداتن، هروها او پاره کم روف خرزی دکل لولاخه که دا با تیکوشان و جهاد لپینای خواب، هروها اوی که لپینای خواب دا با هاولکانی خرز دکم. ابو قلابه دلی لپیش دا بجنو مندال دستی پی کرد. پاشان ابو قلابه و تی پاداشتی چه لو پیا و گورتره که خرزی کوملی مندالی بچوک دا چشه تا ساویان لدستی کسو نبی، یان به هوی اووا خدا سودیان پی بگینیتو دولمندیان بکا. للمرأة ان تنفق من مال زوجها بالمعروف على عياله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله عز وجل من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. بشي توارم جنبوي هي لساماني مردكي لرغي تاكدا خرزي منالكانشي بچشي. عائشة خدا لرازي بيدالي هند هات خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قتي: أي پیغمبر خدا، بخوال سر زوی خوادا بنمالك نبو پیمان خوش بيو خواتوشي نهامتي بكات زيات اللبن مالكيتو، استاش هيز بنمالك نية لسر زوی زيات اللبن مالكيتو حزب سر برزي بكين. پیغمبر خداش صلى الله عليه وسلم فرموي: سوين بو كسي جاني مني بدستا منيش هروهام. پاشان هند وتي: أي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان پیاوي چي سروكا، آيا گناهم دقات اگر ببي إذني أو لمالكي خرزي من علكان بچشم؟ پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: گناه بار نابي اگر بخيويان بكيت ببي پیوستو بتاچي واتا ببي اوي لسنور دربتي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا، تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. عائشة خدا لي رازي بيدلي فاطمة هيز برجوانديشي نبو لباس كردني أو فرموديه دا كان زيغاي بيددريو نخرزي. عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سورة الطلاق، الآية الأولى. أبو إسحاق ضلي لمزقوتي قوردا لقل أسودي كري زبير دا دانشتبم شعبي شمان لقل دابو. شعبي باسي فرمودكي فاطمي كسي قيسي كرت كبيغمبر صلى الله عليه وسلم نزي قاي بيداو ونخرزي. باشان أسود مشتي ورد بردي هلقرتو كردي بروي داو قتي كوستت كوي فرمودي ودجاري توام. عمر خدا لي رازي بيقوتي قرآنكي خداو سنتي پیغمبركي صلى الله عليه وسلم وازليناهين بوقسي آفرتك نازانين آيا باش لبري كردوا يان لبيري چوتوا. جني طلاق دراو مالشي هيا وخرجيشي هيا. خداي قورا دفرمي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سورة طلاق، آياتيك. واتا دريان مكن لما لكان يانو خوشيان بادر نسن مقر بقناهش آشكلا هستابن. الباب الخامس: في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. بشي بينزم جني سيبسي طلاق دراو خرزي لسر ناكري. فاطمة كسي قيس دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لباري جني سيبسي طلاق دراو وفرموي: نزيگاي پيدا دريو نخرزي واتا للاي ميردكيوه.